تصعيد يشهده الشارع الرياضي في مصر حول أزمة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أشعلها الكاف باختيار ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء محلا لإقامتها. قرار خلف موجة من الغضب في صفوف جماهير الأهلي المصري، خاصة مع اقتراب فريق الوداد المغربي من الوصول إلى المباراة النهائية. خلاص انت تلعب في الدور قبل النهائي وخلاص عندك أربع فرق، فالإعلان عن البلد المستضيفة الحقيقة أمر يعني يلام عليه وفي كتير علامات استفهام عليه. وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا قال فيه إنه قرر اللجوء إلى المحكمة الرياضية ردا على رفض الكاف إقامة المباراة على ملعب محايد بعيدا من الفرق الأربعة التي تتبارى في الدور قبل النهائي للبطولة. غالبا بنسبة كبيرة المباراة هتكون في المغرب. بالنسبة للأهلي هو بيحفظ حقه، بيحاول يحفظ حقه قدر الإمكان، ربما المحاولات تجيب نتيجة حتى لو بنسبة 1% أو 10 15 20% عنده أمل المباراة تتنقل، هو برضه الأهلي متمسك بحقه. ورغم اعتراض الأهلي أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا إقامة النهائي بالمغرب يوم 30 مايو الجاري. الأهلي منتظر لحد ما يعدي ماتش يوم السبت العودة قصاده فاكس طيف، ويبقى رسميا هو اللي في النهائي والوداد في النهائي، بعدها الأهلي هيصعد الموضوع بشكل مستمر عشان ده ما يحصلش، لأنه في كده في الآخر الأهلي راح يلعب في ملعب الوداد والماتش مش ذهاب وعودة عشان يروح يلعب في ملعب الفريق الخصم. ويستبعد مراقبون إمكانية تغيير ملعب المباراة النهائية رغم تصعيد النادي الأهلي، الأمر الذي دفع بمطالبات لتوفير ضمانات قوية حال خوض اللقاء في المغرب، بالإضافة لاختيار الحكام والحضور الجماهيري. لا تزال أزمة ملعب مباراة النهائي الإفريقي تحتل النصيب الأكبر داخل الشارع المصري، فمنذ إعلان الاتحاد الإفريقي عن إسناد تنظيم المباراة لدولة المغرب، فإن النادي الأهلي يسارع من خطواته التصعيدية لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وفق بيان رسمي. محمد نشأت الغد.